المسلحة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين وقوات حفظ النظام والجيش والممتلكات العامة والخاصة، فقد انفجرت عبوات ناسفة ألصقتها مجموعة إرهابية مسلحة في سيارة عائدة للمهندس أيمن فارس قرب مجمع يلبغة في منطقة المرجى بدمشق. مصدر في قيادة شرطة دمشق قال إن العبوة كانت ملصقة تحت السيارة من جهة السائق، ما أدى إلى إصابته بجروح. محمد بازر باشي، طلع صوت انفجار صوت قوي يعني، بس الحمد لله خسائر ما في. السيارة عبارة عن بيك أب، إصابة تحت فخده اليمين. من عزم الضربة طلع السائق من السيارة، اجت استدعينا سيارة عامة مارقة من الطريق وساعدنا أشخاص وحملناه، وإن شاء الله إصابته إن شاء الله، بس هي مبينة إصابة بارغة والله، بس إن شاء الله يكون ما في شيء إن شاء الله، الله يكتب له بالشفاء. طلع هيك ما شفت الا الانفجار صار فيها، الزلمه صار بالارض، انا كمان صرت بالارض من البلور وهو خوف. صرت اغمى علي شي ساعتين، اخذوني على القهوه هني، بين ما صحيت الا اجيت لهون على الدوام. جيت من حلب انا من امبارحه، ما في يعني ما عارفين ايش بدهم، لا حريه لا شيء، ما عارفين ايش بدهم، بس تخريب، اعمال تخريبيه ما يكتر. بس هيك. الله يطفيها بنوره بس. خلي يجي المراقبين يشوفوا شو عملوا الارهابيين، هي الهدنه اللي بدهم اياها؟ هيك بدهم يصير بسوريا؟ سوريا أقوى وأكبر.